سيد الرئيس، وبالنسبه للطريق الوطنيه الرابطه بين تزارين والرساني، شنو هو الجديد فيها؟ بالنسبه للطريق الوطنيه الرابطه ما بين الرساني وتزارين، هذا الطريق هذه في واحد الحاله رديئه، وحاولنا نناقشوها مع السيد وزير التجهيز، اكد لنا بانه غادي يدخلوا اولا بعد باش يصلحوا واحد النقط السوداء اللي كاين في هذا الطريق هذه، ووعدنا كذلك بانه سيتم اصلاح الطريق ككل كمشروع كامل في غضون 2014، ونتمناو خير ان شاء الله. وشنو هو السيد الرئيس تقييمك لهذه الزياره ديال السيد رباح؟ الزيارة ديال السيد الوزير هي أول زيارة اللي تنحضر فيها في إقليم تنغير، وهي أن تشرف الإقليم باش أنه يطالع على الحالة ديال الطرق في الإقليم ككل، وطرحنا عليه بزاف ديال المشاكل ديال طرقان كطريق اللي تتربط ما بين مصيصي وسيدي علي، كذلك طريق رقم 71/10 حتى هي أنها مهمة وهي تتجه للحدود، وخاصة أنه وأكد لنا أنه غادي يدخلها في إطار شراكة ما بين المتدخلين. هذا هو ما جاء. شكرا أستاذ بارك الله فيك. نعم، لقاء آخر إن شاء الله من بعد. شكرا. جريدة نصيصة تحيي كل الناس اللي عندهم واحد الغيرة كبيرة على المنطقة، على المنطقة باش يصلحوا الوضعية ديالها، لأن الساكنة عانات ومازالت تعاني من هذه الطرق الرديئة اللي تعيشها الجنوب الشرقي الممتد. شكرا أستاذ. نتمنى خير إن شاء الله. شكرا.